السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة روتين أمزياد. جيسبر نلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله مع هاد الفيديو هادي. إبا كوم دابيتود إلا كنت أول مرة كتزوروا القناة ديالي أو كتدخلوا ليها، فما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس بالضغط على الجرس باش يوصلكم أي جديد ديالي. وإلا كنتو خلاص من لي زابوني ديالي أو من المتتابعين ديالي، فما تنساوش تشجعوني بلي لايك إلا commentaires les téléphoner et ça me fait énormément plaisir. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment la vidéo de l'Yoma est un vlog, une routine. Je vais vous montrer comment le détail. مي بعض اللقطات من يوميات ديالي اللي كندوز في البلاد، كنحاول نقربكم ما امكن ولو غير شويه الوقيت اللي تندوز مع لا فامي ايتو. مهم جيسبر ما تملوش من لا فيديو، تعجبكم وتشجعوني. بيزو. فهنايا كما تشوفوا كنا راكبين في لا فاتور غادي للبلاد انا وماما وخواتاتي باش ندوزو واحد الوقيته زوينه مع خالتي. هنايا فاش وصلنا للبلاد كنوريكم الطبيعه والاجواء كي دايره. صراحه انا كيعجبني البلاد وعلاش؟ حيت كتكون فيها الطبيعه الكالم، الهواء النقي، بزاف ديال الحوايج في البلاد كاينين او في العربيه اون جينيرال ما كاينينش في المدينه. صراحه كلشي طبيعي، كلشي زوين، كلشي نقي، ما شاء الله. صراحه اي سيتي زعما صافي بليزير نتلاقى مع لا فاميتي. مهم حاولت ما امكن نشارك معكم او نبارطاجي معكم الصحة ديال الطبيعه اللي تيكون في العربيه. يعني ما غاديش نقول كلشي، ما تقريبا بزاف ديال الناس دابا مابقاوش كيمشيو للبلاد، كيجلسوا غير في المدينه. فصراحه بالنسبه لي عندهم لوكازيون انهم يخرجوا برا المدينه، ما فيها باس لي ويكاند يخرجوا ولادهم يدوهم للبلاد، يسرحوا عويناتهم ويعرفوا يشموا الهواء النقي والطبيعه ايتو، مابقاوش غير ديما هكا مغمقين وكابتيف في المدينه. انتما كيما تشوفوا انا غير تنمشي للبلاد صافي كنولي بحال شي حمامقه. كيعجبني الجو ديال البلاد والله صراحه بزاف، السحر ديال الطبيعه راه ما شاء الله سبحان الخالق. كلشي الدنيا خضراء واو صراحه سعداتهم. يعني الواحد يكون ما عندوش الظروف ديال القرايه ولا العمل في المدينه وهذا، والله الا يستقر في المدينه في العربيه احسن ليه، لان دابا كلشي ولا متوفر في العربيه. ماشي بحال ديك العربيه ديال شحال هذه، ما كان لا ضو لا حوانات حتى شي حاجه. دابا تبارك الله كلشي تطور في العربيه، ولا الضو في زناقي ولا الحوانات والكيل ما شاء الله، كلشي الخيرات كاينين. يعني الواحد لا تخون الا بغى لا ترانكيليتي هي يهبط لها كيخرج من على المدينه. بالنسبه لي ما عندوش الدراري خرج على المدينه ويستقر ويشري راحه البال. هانتوما كيما تشوفوا الطبيعه واو. مهم ما نطولش عليكم الهضره ونخليكم على فيديو، نتلاقى معكم ان شاء الله. هنايا رجعت لكم باش نوريكم التحضيرات ديال خالتي للعشاء. هنا كما تشوفوا الشعريه ديال السفره وهذا الدجاج فوراتو، من بعد غادي تدخلوا الفران. يعني الدجاج فارسي هذا هو العشاء اللي دارت لينا. وبالنسبه للكوتي فهنا كما تشوفوا عندها الصابلي ثلاثه الانواع، عطاتني هاد لاسيت باش نحط لها الصابلي فيها. وكاينه حتى واحد لاسيط غادي نقطع فيها الكيكه. وهي ما نطولش عليكم وخليكم على فيديو.
صراحه هاد لي زاسيت هكايا اللي عاد خرجوا صراحه تيجيو زوينين وتيتولوا الحطه، يعني ايه واخا تحطوا شي حاجه سامب المهم تعطيو لها واحد القيمه. وهادو هما هادوك الدجاج من بعد ما تحمروا، وهادو سلاده مغربيه وسلاده بالباربه والزيتون. والبلاط تاني كي قلت لكم السفات الشعريه، شكون اللي كيحمق على السفات الشعريه؟ انا كنحمق عليها، مزوقات مايا بسكر كلاسي وبلوز وبالقرفه، صراحه فرحت بينا الله يكبر بيها. وهذا الصباح بكري فاش في قناه سيتي زعما 7 ديال الصباح، ولكن باقي الشمس ما طلعتش، عاد الشروق بغى يطلع. صراحه شاركت معكم جميع الاجواء جميع اللحظات. وهنايا بعد ما طلعت الشمس مهم فطرنا اونصومبل، وهنايا طلعنا للطريق انا وماما وخواتاتي وخالتي باش نمشيو لواحد الفيلاج حتى هو اللي نشوفو فيه خالتي. وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش رحبت بينا خالتي وفرحت بينا، صراحه صافي بليزير. كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، صافي انورمون بليزير نشوفهم ونضحك معاهم وندوز معاهم وقيد زوين، لحقاش عزازين على قلبي بزاف. ولي نبغي نقول لكم بروفيتو مع بعضياتكم لو ماكسيموم بوسيبل، راه الدنيا ما عارفينش امتى غادي نمشيو، امتى شحال باقينا نبقاو فيها، سكيل في بروفيتي لو ماكسيموم. وهنايا في الطريق لينا لداك الفيلاج اللي سميتو اغوري، اي فوالا طبيعه كلشي هذوك النواحي كاملين طبيعه طبيعه، انا كنحمق على شي حاجه سميتها الطبيعه. صافي هنايا تقريبا وصلنا للدار، المهم وصلنا للفيلاج، خليكم على فيديو. وصلت وقيتة الغدا كيما تشوفوا خالتي فرحات بينا ودارت لينا الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، شلايضات وزويتنات الصراحه جابنين وكلينا فيهم. بعد دارت لينا كسكسو والديسير، مهم هكا حنا عويدنا الشلو حتى نديرو دوبلا باش كيجي عندنا شي واحد. وهنايا بعد ما رجعنا للمكناس مهم دوشنا وارتحنا شويه، ومن بعد انا نوض درت ليهم الكغاتان العشاء، الكغاتان بلي بات وصوص بولونيز بالكفته وفخوماج غابي. مهم اللي بغى لي لا غوسيت يكتبوها لي في الكومونتير باش نديرها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مهم هذا النهار الثاني، صراحه ما غاديش نشارك فيه معكم فيه بزاف ديال الحوايج، المهم عادي فكنا تغدينا ابخي قررت انا وخوتي وخالتي نخرجوا اونصومبل لهديه من السكاكين ندورو شويه. وهنايا كنا في الكافيه مشينا خدينا رايب معها تشيبا، مهم هكا. وهنا غادي نشارك معكم بعض اللقطات كيفاش كتكون ساحة الهدية اللي جاية انفاس باب منصور بالنسبة للناس اللي يعني ما عندهمش فكرة يعني واضحة على مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية اللي معروفة حتى هي بالتراث ديالها العالمي، هي وشي بزاف معروفة بزاف ديال الحوايج صراحة سين فيختي. مهم ما نطولش عليكم الهضره ونخليكم مع الفيديو.
المهم هنا يعني تكون بالعيوم وتشيلي مع بستيلة. قلت لهم يلا هنمشيو عندهم الورقة تاع بستيلة باش ناخدو كيلو ديال الورقة. فصراحة إلا بغيتو ديرو بستيلة كبيرة ودايرة فورق كيلو ديال الورقة كتجيكم هي هاديك، تشطلكم منها ثلاثة حتى ربعة الحبات هكاك على حسب واش بغيتو تزوقوها بالورقة من الفوق أوسي. مهم كيلو كتجيكم هي هاديك إلا بغيتو ديرو بسطيلة كبيرة معمرة سواء بالحوت سواء بالدجاج. المهم هكا خليكم على فيديو استمتعوا مع الطريقة كيفاش كيدير الورقة. وهكا صراحة واحد الاحترافية كان واحد لسامبليسيتي، ولكن لو شارم كاين في ديك لسامبليسيتي والبروفيسيوناليزم حتى هو كاين. المهم ما تملوش من الفيديو ديالو تعجبكم، خليكم على فيديو. المهم الشكل ديال البسطيله اللي درت كيجي على هذا الشكل، صراحه جات بنينه واو. الا بغيتوا الطريقه ما تنساوش تدخلوا لا فيديو ديال البسطيله. المهم تلقاو ان شاء الله فيديو جديده.